ما سيتم في اسكندرية لازم يبقى يليق باسكندرية. هذا ليس كلام إعلامي على الإطلاق، لا، يعني أنا مش هعمل حاجة في اسكندرية لا تنظيميا تبقى وحشة، ولا حد يخرج يقول مهرجلة، ولا حد يقول مستوى كان يليق باسكندرية. ليست السعادة بالكلمات اللي هي أنا سعيد بالتواجد، وهيبقى سعادة ووعد. السعادة الأول إن احنا بنؤكد في اسكندرية أن الحياة ستسير. اسكندرية بالذات ليها معنى، واسكندرية اللي في لحظة ممكن الناس تتخيل إنها خرجت بره خريطة الوطن، ولكن في توقيت ما، لا، ده هي في الداخل وفي القلب وفي البداية ورأس حربة، وبداية إن شاء الله لن تنتهي. الوعد بقى إن شاء الله إن احنا مش هنسمع كلام مسيء بعد نهاية المهرجان أو في بداية، لا في التنظيم ولا في الإدارة ولا في الإقامة ولا في أي حاجة. هيبقى لينا من الإجراءات المبكرة زي أي حد في الدنيا، أي حد في الدنيا بيعمل الريهرسل.